سبحان الله. رحلة السلام سيرا على الأقدام، بطلها البريطاني من الأصول الكردية آدم محمد، انطلق من مدينة ولفرهامبتون البريطانية وحط رحاله في وجهته مكة المكرمة قادما لأداء فريضة الحج، رحلة شاقة مرت بالفصول الأربعة، قطعها في 10 أشهر وهو يدفع بعربته الصغيرة مسكنه ومأواه. أنا اللي تكلفني هذه الرحلة حياتي، أنا اللي لساتني أروح له وصدري مفتوح للموت. لو كل خطوة كل خطوة إذا يكلفني ساعة زمن، والرحلة من بريطانيا إلى مكة المكرمة يكلفني 20 سنة، أنا مستعد، أنا قدها وقدود. عشت لنفسي 53 سنة أو 52 سنة، خليني أعيش أفدي 10 أشهر لله سبحانه وتعالى. قضى 53 عاما من عمره ينتظر فرصة الحج، وصل إلى المدينة المنورة واستقبل عائلته التي غاب عنها طويلا، توجهوا لأداء العمرة ومشاعر الحنين تفيض منهم، اجتمعوا ولسان حالهم يقول: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. بعد كم يوم قررنا أن نتجه نكمل سيرنا إلى المكة المكرمة إلى المسجد الحرام. فهم هن أجرت لهم سيارة، هن كانوا في السيارة ماشيين ورانا شوية شوية، وفي بعض مرات بناتي يجون يدفعون بالعربانة كده. هذه صارت جزء من حياتي، يعني صدق يمكن يعني أنا ما عندي شيء أخليها ورثة للأولادي للبناتي، فهن طلبوا من عندي ما أفرط بالعربانة، أقل شيء أنطيهم ورثة بعد مماتي العربانة لإلهن. رحلة آدم مرت بدول أوروبية وعربية وثقها بالتصوير المباشر في مواقع التواصل حتى كسب جماهيرية عالية من مختلف الجنسيات بالعالم. 11 دولة مر بها الحاج آدم من بريطانيا حتى وصل إلى المملكة العربية السعودية.